عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد عن أحوال الطقس ببلادنا. كما شاهدتم في أول الفيديو، نشرة إنذارية بجل ربوع المملكة المغربية من طنجة إلى الجويرة. منعطف جوي قوي جدا مصحوب برياح قوية تتراوح ما بين 90 إلى 100 كم في الساعة على جميع الساحل المغربي، كما قلنا من طنجة إلى الجويرة. حذاري ثم حذاري إخوان، خذوا حذركم من فضلكم، خصوصا الناس التي تتواجد قرب من التلال والشعاب وكذلك الأودية. خذوا حذركم خلال الأيام المقبلة، أيام يوم الأحد وكذلك يوم الاثنين. حذاري ثم حذاري، عافانا الله وإياكم. إخواني الكرام، إذا كنتم أول مرة تشاهدون قناة كنوز الطبيعة فلا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد إن شاء الله تعالى. رحم الله شهداء غزة، رحم الله شهداء زلزال المغرب وكذلك فيضة درنا، رحم الله جميع المسلمين والمسلمات في جميع بقاع العالم. لا يسعنا إلا الدعاء إخواننا، اللهم انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين، اللهم ارحمهم، اللهم يسر لهم أمورهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، إخواننا الكرام، لا تبخل علينا بالدعاء لإخواننا في فلسطين، اللهم ارحمهم يا أرحم الراحمين. ننتظر دعواتكم في التعليقات. تحية طيبة لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.